عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. شوط جديد من اشواط هذا الصباح، هو الشوط السادس بمجموعه الاشواط، والشوط السادس يحمل بكشوفات الابكار المهجنات الاصايل. اتقدم على مقدمه هذا الشوط، اتقدم مع المركز الاول نزير مع هذه الاسماء. ما شاء الله هذه الاسماء العملاقه والقويه والمشاركة بهذا الشوط. تقدم وسير مع دغشة عادي في المركز الأول اللي عليها رقم 5، تتقدم بهذه اللحظات. تتقدم الآن مع يا سعيد بن حمد بن سالم بن خميس الراشدي المركز الثاني، أشعال مبارك بن سعيد بن محمد الكليمي العامري والمركز الثالث، المركز الثالث اسمهان عبد الله بن سلطان بن سيف العرياني، والمركز الرابع وصول مع المركز الرابع حلي حوز حارب بن مغير الحميمي، المركز الخامس ادخلت بهذه اللحظات اللي في سيول سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي، المركز السادس نجد الان اللي في حطين سلطان بن خيره اليبهوني الظاهري، والمركز السابع المركز السابع اللي من الجهه الاخرى الان هذه افتخار مكتوب لسعيد بن منانه بن غدير، ولكن الدخول من قبل هذه غياهيب، هذه اللي غيرت ناخه غياهب راشد بن سعيد بن سالم الزرعي، والدخول شوف هذه اللي وصلت الان في هذه اللحظات غيرت الان ودخلت مع المركز التاسع اللي هي بدايه عبد الله بن فهد الاعتيبي، والمركز العاشر المركز العاشر الان اللي هي قادمه الان عفارم محمد بن خليفه بن علي بن عبيد الانغلي. هذه النتيجه متابعين الكرام، نتيجتنا لا غيرت مع المركز التاسع، اما المركز العاشر وصلت هذه مع بن محروم عوايد الدحام، هذا شعار الخرباني الدحام بسالم الخرباني النعيمي، ولكن نسير مع مقدمة هذا الشوط مع اشعال بدت تسابق جلال سعيد بن محمد الكليم العامري، من يقدم لنا اشعال بهذا الشوط؟ ما شاء الله احلوة المنافسة، احلوة المنافسة مع هذا السن، سن اللقاية سن التحديات، بينما نتأخر هذه الان اللي محتل مقدمة الشوط بدون منافس على الاطلاق، المركز الثاني متواجدة مع يا سعيد بن حمد بن سالم بن خميس الراشدي، والمركز الثالث ادخلت الان ووصلت الان اللي هي غيرت هناك سيول سعيد بن يعقوب السعيدي، المركز الرابع شوف وصلت كم رقم هذه اللي تدخلت هالصفرة، هذه
اللي وصلت الان بهذه اللحظات وصلت الشاهينيه احمد بن عبيد بن مبارك اللي ابتدي ووصلت هني بدايه عبد الله بن فهد العتيبي العتيبي وصل وقدر لائحه الاعلان الكيلو المتر الاخير وصلت الاسماء ما شاء الله ما شاء الله وصلت لي متعبه علي بن سالم بن سلطان الحريادي ووصل بن عوي مع اسرار حمد بن سالم بن عوي الشامسي ووصلت شذا حمد بن سيف بن غميل الاغتبي يا سلام يا سلام يا سلام ولعت 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 بين النقايا ولعت ولكن راحت هني على مقدمه الشوط هذه لان بدايه 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 يا محلاها من نهايه مع بدايه ترقص على ارضيه ميدانها الرقص الممتاز يقدمها سيده هذه يقدمها عبد الله بن فهد بن فهد العتيبي العتيبي اح العتيبي بن عوي قادم يا سلام يا سلام احلوت المنافسه احلوت المنافسه وصلت اسرار 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 بدايه اسرار بدايه بن عوي العتيبي 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 مع وجود بدايه هذه بدايه تهانينا والف مبروك عبد الله بن فهد العتيبي على فوز بدايه وانتزاح المركز الاول المركز الثاني اسرار حمد بن سالم بن عوي الشامسي والمركز الثالث ادخلت مع الرمق الاخير شذا حمد بن سيف بن غميل الاكتبي المركز الرابع الرابع للسيد علي بن سالم بن سلطان العرياني علي بن سالم بن علي بن سلطان العرياني متعب الخامسه الخامسه متابعين الكرام عند بن يعقوب هذه سيول سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي عودة بالتهنئه والناموس الى عبد الله بن فهد بن فهد العتيبي ما شاء الله سلام بو سمرة سلام سلام العيب سلام وسلام يا العتيبي ست دقائق ثمان ثواني ثمانين جزء من الثاني